السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نعمل في الفيديو هذا موديلينج لبوكس. راح نجيب بوكس، نعمل اسف موديلينج لتابل. نجيب بوكس من نفس التوب، بدأ خلينا نلغي الخاصية هذه. اوكي، حاجة حط سطح الطاولة من فوق. اوكي، راح اشوف الارتفاع تبعها مناسب. هيئ لي الارتفاع تبعها مقبول. اجي على خصائص البوكس اللي انا حطيته. اوكي، راح اضيف له سيجمنت اوس اف 4 عشان اشوف الخطوط اللي طالعه عندي هان. اصل اف 4 كمان مره بتروح، فاشوف اكم من سيجمنت عندي. هذا السيجمنت اللي انا كنت العب فيه. اوكي، انا بدي 3 و3، اسف 3 و3. نعمل نستخدم موديفاير ايديت بوليجون. نجعل على الأربع نوافذ. في كتير طرق عشان أنا أضبط الفيرتكس والإيجز تبعتي. نختار الأسهل. لو أنا إجي تعلمت على الفيرتكس، نعلم على هيك، راح يتعلم على كل الفيرتكس زي ما احنا شايفين في التوب اللي في المنطقة هذي. اوكي، بينفع اجيبها واسحبها. هيك بيمشي. وبينفع طريقة تانية، بدل ما استخدم الفيرتكس استخدم الايدجز. واجي هان اعلم على ايدج واختار الرينج. اسف، اعلم الاتش واختار اللوب. اللوب راح يعطيني كل خطوط الامتداد بعضها. الرينج راح يعطيني الخطوط المتوازية. لوب، اجي على التوب او على الفرونت، مش كتير تفرق. وارجعها اخليها بمسافة مساوية تقريبا للاتجاه التاني. اوكي، الطريقتين صح، فينا نستخدم اي واحدة بدنا اياها. طيب، ضيل الخطين هدول بدنا نبعدهم. نفس الطريقة، بنفع اجعل الفيرتكس ومن نفس التوب اعلم على الخطوط هذه كلها. نلاحظ اعلم على الاسف، نعلم على الفيرتكس ونرجع. وبنفع كطريقة تانية نستخدم الايدجز وأعلم على واحدة وأقول له لوب، أعلم على الباقي فأجي أضبط موقع. هيك الأمور كويسة، تهيأ الأمور هيك جيد، ماشي الوضع. أوكي، راح أجي أطلع الإجرين تبعون الطاولة. راح نختار بوليجون، راح احدد من تحت المنطقة هذه. انعص كنترول لقيت المنطقة هذه وهذه. هذول الاربع بوليجونز راح اعملهم اكسترود. اكسترود ونحدد القيمة اللي بدنا اياها. نيجي نعدل الطاولة. هي اللي هيك الأمور مقبولة. أوكي، إذا بدنا نضبط الإجرين أو ارتفاع الإجرين فيما بعد، بنفع نيجي نعلم على الفيرتكس من نافذة الفرونت. بعلم على كل الفيرتكس اللي تحت تبعون الإجرين، وبنفع أرفع وأنزل. أوكي،
نيجي على بوليجون نعلم على المنطقة الفوق، ننساش نختار ignore backfacing عشان ما يصيرش معنا أخطاء ويجي العلم في الاتجاه التاني. راح نيجي على نعلم على توبوليجونز ونعمل بريدج. لو لاحظنا ايش سوى البريدج، حذف لي التوبوليجونز وما سابليش فراغ، عمل لي بوليجون محل الاماكن المتوقع يصير في فراغ فيها. اوكي اوكي ضايل اعمل حواف للطاولة المنطقة اللي بقعد عليها الاكزاز. راح اجي اختار ايدج واعلم على الايدج هذا، راح اختار المرة هذه لوب اسف رينج، هلاقي الاربعة ايدجز تعلموا. راح اجي اعمل خاصية كونكت كونكت. اوكي بدي خط واحد يكون، لو بدي اكتر من خط فاجي بقول اكتر من خط يعني. مكانه ارفعه لفوق الخط او انزله لتحت. انوي انا بدي ارفع شوية لفوق. اوكي نيجي على البوليجون المنطقة هادي وهادي وهادي أربع بوليجونز. أوكي وأعملهم إكسترود باليمين إكسترود، أو بنفع أجي من هنا وأختار إكسترود. هستخدم إكسترود باي بوليجون، نقلل القيمة شوية نشوف شو بصير معنا. أوكي نزلها شوية كمان. يعني واحد. اوكي. بدي احط عليه هيك. انا خلصت تقريبا عملية الموديلينج للتابل ده، اللي احط عليه لوح اكزاز بكل بساطة. باجي بختار بوكس من نافذة التوب. اوكي ارفع شوية صغيرة وخلاص. السيجمنتس هدول مش عايزهم، وبالتالي تلاتة بديش اياها، كمان تلاتة بديش اياها، هيك اغراف السيجمنتس ما لهمش اي لزوم. نيجي نضبط موقعها، موقع لوح الاكزاز. على الهاي اسف شوف من التوب شوف الماكسيمايز احسن لي. اوكي هيك نرفع شوية صغيرة من الهاي. كان حطيت لوح الاكزاز على التيب. لوح الاكزاز لازم يبقى شفاف عشان اخليه شفاف بكل بساطة. حرف الام ماتيريال. نختار هذا نعطيه للبوكس اثنين ونقول له انه احنا بدي اياه الاوبسيت تبعه لونه ابيض، والاوبسيت تبعته
25 يعني بيعطيك إحساس إنه في كأنه في لوح إزاز محطوط بدها أو تزيد بنفع حط 30 جرب ماشي الوضع. وينفع أعطيله شوية لمعة خفيفة مع الإضاءة ينفع بين أجمل. هذا بالنسبة لعمل موديلينج للطاولة. آسف نيجي نحط بس في الأخير هذا نحط له معدن الخشب نحط له مادة الخشب الماتيريال نيجي هان الماتيريال آخر اشي راح نلاقي خشب وود. اوكي شو لو عصينا اف 4 عشان تزيل الخطوط بين عندي طاولة بشكل زي هيك. اوكي خلصنا نعمل موديلينج لتيب نيجي نعمل موديلينج لخزانة نفس الطريقة راح نبلش بالبوكس ونرفع. اوكي ممكن هاي بتدوب زيادة شوية سيجمنت اسف زي هيك. انتهينا راح نيجي نعمل له اديت بوليجون نختار بوليجون نيجي للمنطقة هذه. المنطقة هذه المفروض تبقى داخل لجوه شوية راح اعملها اول حاجة انسيرت الانسيرت هذا راح يعمل لي صب بوليجون او نيجي هنا نشوف اوضاع ابلاي كمان واحد خفيف. اوكي ارجع البوليجون هذا شوف من الليفت نرجع لورا اوكي صار في عندي اشي زي الخزانة او الشفونيرة راح اجي على المنطقة هذه واقسمها لقسمين. كيف بدي اقسمها لقسمين؟ احسن طريقة ان انا اجيب اختار الايدج اختار الايدج هذا وهذا وباليمين كونكت احط لي خط بينه ونفس الطريقة راح اعملها هان. لا اسف الوضع يختلف واحدة واحدة راح نيجي على هان بوليجون اعلم البوليجون هذا والبوليجون هذا باليمين انسيرت بوليكون جروب كلهم راح يبقى مع بعضه باي بوليكون كل بوليكون على حدة راح اعمل ابلاي كمان اوكي راح اجي على الايدج اللي موجود هان والايدج الموجود هان وراح اقول له لوب
من الليفت، راح ارجع شوية صغيرة. آخر شغلة هان يعني المفروض نعمل جرارين. عشان نعمل جرارات راح اجعل ايدج بين الايدج هذا كنترول، الايدج هذا راح اعمل كونكت. هالمرة بديش احط خط، بنفع اعمل خطين باعتبار انه راح اعمل 3 جرارات او خط واحد عشان اعمل جرارين، واحد فوق واحد. اوكي نفترضهم جرارين. اوكي نفس الطريقة راح اختار بوليجون، اعمل هان هان انسيرت ابلاي، اسف ينفع اعمل كانسل اندو كمان مرة انسيرت اقلل. ابلاي كمان 3 اوكي. راح نفس القضية اعلم على الايدج، اسف ايدج اعلم على الايدج اللي هان الايدج اللي هان، واختار لوب من الليفت راح ارجع شوية طبعا. اوكي صار في عندي ما يشابه الشوفونير او الخزانة الصغيرة. ندفع في الاخير احط عليها مجموعة من التحف او البراد ببريق الشاي. عشان ازيد الخطوط المبينة عندي. وينفع اعطيها ماتيريال الخشب نفس القضية من باب من ناحية جمالية، ام نفس الماتيريال اللي تبع الطاولة بدي اعطيه لها الخزان. يمكن اقل جمال كنترول زد، طب بس غيرنا اللون جاهز. لو بدنا نيجي نعمل على نفس الطريقة بوكس، راح اعمل التخت زي هيك نطلع شوية صمغ. اوكي نشوف كيف يكسر وضعه. F4 اضبط الخطوط تبعته، هان بديش مش عايز
هان عايز تنتين وهان عايز تنتين والله بدونهم. نجرب نشتغل ثم نحط اي خطوط اضافية. راح نروح على الاديت بوليجون موديفاير اديت بولي بوليجون. راح اجي على المنطقة هذه واحاول اعملها انسيرت وقيمة جدا صغيرة نقول 0.2. اوكي البوليجون الصغيرة هذه الجوة علم عليها بدي انزلها لتحت. احسن مكان انزلها لتحت فيه من نافذة الفرونت. اوكي هذا المكان عشان تقعد فيه الفرشة. نيجي نعمل الترويسة من هان بوليجون اكسترود شوية صغيرة. كمان كمان اوكي هيك نقول 4. اوكي المنطقة هذه الزيادة راح اعمل من هان وكمان من هان اكسترود قيمة 5 كويس. ارفع ترويسة اتخذ او اكسترود كتير عالية. اوكي ومن تحت نفس القضية عالم البوليجون هذا وهذا وهذا اكسترود قيمة اصغر قيمة اصغر. خلينا نقول شي زي 10 بتناسب. نفس القضية فيما يتعلق بالترويسة من الاتجاه الثاني. نيجي على البوليجون هذه اكسترود قيمة 5 ابلاي. فينا كمان نيجي على المنطقة هذه المنطقة هذه وابلاي. هذه وابلاي
طيب اوكي، راح اخد الارتفاع يعني ادي من هنا ومن هنا، راح نظبط الارتفاع ترويسة على أعلى الترويسة، خلينا نقول 50 مثلا، 50 صافي، يعني تقريبا اتخذ، اللهم اتخذ هذا من باب الكماليات، بدنا نحط له فرشة ومخدة. بنفع اتخذ هذا نيجي نعمل له اجرين من تحت، نجرب نعمل له اجرين صغار. لو اجيت انا علمت على الايدج نفس المسافة اللي علمناها هذا وهذا وبعدناهم شوية، ونفس الكلام هذا هذا بعدناهم شوية على أروح على البوليجون، اختار البوليجون هذا البوليجون هذا، نعملهم اكسترود. نفس الكلام راح اعمل في الاتجاه الثاني، راح اجعل الادجز، اختار الادج هذا هذا كونكت اشتغل نافذة التوب، اعلم الايدج هذا اسحبه، الايدج الثاني اسحبه زي هيك، أعلم على التو إيدجز، خدهم على الشكل اليمين شوية، تو إيدجز هدول على الشكل الشمالي شوية، وأرجع على البرسبكتيف أختار بوليجون، أعلم على هذا هذا وأعمل له إكسترود. نرجع للوضع الطبيعي تبعنا، فرونت انا هيك عملت اتخذت، وهي اتخذت كمان الو اجري، لو عصينا اف 4 بتصير الخطوط بتطلع الوضع طيب. لو اجينا نحط له فرشة خفيفة هيك، اول شي نختار اللون تبعنا كبوكس، فرونت
شوياس كبوكس. اختار اللون دي، يبقى نفس اللون هذا. اوكي، نحط له الفرشة تبعتنا من نافذة التوب. راح نروح على extended chamfer box. ومن هنا اوكي اطلع شوية، اعمل شوية chamfer. بتهيألي هيك هيبقى الأمور كويسة. نتأكد من برسبكتيف. يعني الفرشة لو تطلع شوية ارتفاعها الهاي تبعها اوكي هيك اجمل، الأمور جيدة. نفس الكلام راح اجي كمان اعمل كمان تشامفر من خلال التوب عشان اعبر على عن وجود مخدة. اطلع شوية لفوق، اعمل شوية تشامفر. اوكي اختار موف بوكس تبعي، اطلعه لفوق عشان يظهر معي. مخدة غير مشجع كتير. لو جينا رفعناها شوية الهاي اوكي، لو اخترنا اللون تبعها نفس لون الفرشة. اوكي قد تكون امور افضل. هيك احنا عملنا طاولة وخزانة صغيرة وتخت. ويعطيكم الف عافية ونشوفكم في محاضرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.